يعطيك العافية دكتورة. عليك. الله يعافيكي يا أمل، كيفكم حبايبي، أخباركم إيه؟ الحمد لله. يا رب يعطيك دايما، العافية دكتورة. يا رب يخليكي يا صفاء. السلام عليكم، يعطيك العافية دكتورة. السلام، أهلا يا سوزان، ازيك حبيبتي، عاملة ايه؟ الحمد لله، الله يسعدك يا دكتورة. يا رب. خلصتوا السيمينار يا شباب؟ دكتورة، بس بالنسبة عشان تقديم البرزنتيشن، ما هو ده اللي أنا عايزة أتكلم فيه. احنا الاثنين بدنا نقدم دكتوره اول دفعه. ان شاء الله انا دلوقتي هنحدد التواريخ مع بعض علشان يبقى خلصنا من هذا التاسك ان شاء الله دكتوره. بامر الله. سوزان، انتوا عايزين تبقى اول جروب يا سوزان، مش كده؟ دكتوره. انتي وايات ووفاء والاء النصر وازدهار. دكتوره. موضوعكم عن الانكزايتي ديس اوردرز ان شاء الله هيكون يوم الاثنين اللي جاي، بسم الله الرحمن الرحيم، 29 في الشهر. ماشي؟ إن شاء الله. إن شاء الله. خلينا ننتظر بقى بقية زمايلكم علشان أكمل معاهم بقية المواعيد. طيب حد يكتب على الجروب يا شباب، يلا استعجلوهم عشان الوقت. حد كتب على الجروب يا بنات؟ دكتور انا كتبت. ماشي حبيبتي، معانا سوزان. نعم دكتورة. ورهف وامل. نعم دكتورة. ايناس. ايناس موجودة دكتورة. صفاء. نعم دكتورة. ويسرى. نعم دكتورة، كيفك؟ نعم حبيبتي، الله يعافيك. وفاطمة. نعم دكتورة، هيني. طيب يا حبيبي، خلينا نسمي الله ونبدأ. جروب فاطمة، يا فاطمة. نعم دكتورة. بصي يا حبيبتي، انت وهبة وآلاء وأمل وآية، موضوعكم موضوع سيمينار عن الايتنج ديس اوردرز. اخليكم يوم الاربعاء اللي جاي ان شاء الله زي النهارده. جاهزين؟ الاربعاء. الاربعاء الاسبوع القادم بعون الله. طيب ماشي، نشوف الا، لانه هي اللي راح تجهز يعني. لا، انتم مجهزين الريتن صح كده؟ نعم دكتوره. جهزتوا الريتن؟ خلصتوا جزء الريتن منه؟ هيك المفروض يعني، لما تشوف اتاكد اتواصل مع الا، هيك المفروض يعني انه خلص. طيب قدامكم اسبوع من دلوقتي نسقوا اموركم، وما تنسوش اجمالا انه الديدلاين يوم زي النهارده الاربعاء اللي جاي. الديدلاين رفع السيمينار على المنصه، رفع السيمينار على المنصه. يعني الاربعاء نرفع ونشرح؟ اخر يوم، اخر يوم اللي جاهز بيه عايز يرفعه في اي لحظه مفيش مشكله، بس الديدلاين اخر موعد يوم الاربعاء اللي جاي. اوكي؟ دكتور كل حدا فينا يرفع على خلاص، تمام. كل حد من افراد المجموعه، خلاص؟ طيب مجموعه روان وتيماء، تيماء موجوده اهي، ومنيره وياسمين ورهف، عن الاورجانيك سايكوزس ديمنشيا والديليريوم. يا بنات سامعيني؟ دكتوره سامعيني. طيب انا انتوا جاهزين؟ جاهزين بموضوعكم؟ حد يديني رد لو سمحت. تيماء دكتور، أنا وصفاء ويسرى جاهزين. ما عشان أنا ماشية ماشي خلاص. صفاء ويسرى وإيناس
هخليكم انتوا يوم 30، هخليكم يوم الاربعاء اللي جاي خلاص ان شاء الله. مجموعه فاطمه، يا فاطمه اه دكتوره، هخليكم انتوا الاربعاء اللي وراه اللي هو هيبقى 5 في الشهر خلاص ان شاء الله، 5/4 مش الكلام. يا رهف انت وتيماء وروان ومنيره وياسمين، احنا متى دكتوره يسرا؟ انتوا ثلاثة، ثانية واحدة بس هكمل واعيد عليكم المواعيد تاني. اوكي. في مجموعة عثمان وفادي ومجدي ومحمد ابراهيم، حد موجود منهم؟ نعم يا دكتورة، محمد حمدان موجود. محمد ابراهيم حمدان، يا محمد. فادي دكتورة. نعم. ثواني، يبقى احنا عندنا 29 31 33، انتوا هتبقوا يوم 10. دكتورة يعطيك العافية، يا رب. 10/4 ان شاء الله. بالنسبة لنا دكتورة ما فيش غير انا ومحمد حمدان لحد الان، ما توصلناش غير انا ومياه بس، يعني وديت مسج للشباب بس ما قدرناش نتواصل معهم. مين معنا يا فادي؟ فادي انت، فادي ومجدي، فادي ومحمد ومجدي وعثمان، يعني عثمان ومجدي ما اشتركوش معاكم؟ لا 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 ما وصلناهم، مش ما وصلناهم لسه. طيب هو حر، انا مو بالدروب دكتوره بالتزرع. طيب تاني يا جماعه، تاني عشان العداله وعشان انصاف الحق، المجموعه اللي فيها ناس بتحاول تتواصل مع بقيه افرادها وما وصلتلهمش او هم ما سالوش بالرغم ان القايمه موجوده على نزلتها لكم مباشره على الجروب، يعني مشكله ان الشخص اللي مقصر اللي ما بيسالش او ما بيتجاوبش، فالوضع اللي زي كده يستوجب ايه؟ اعملوا لي تقرير كده حطوه في اخر السيمينار، خلوه في اخر سلايد في اخر السيمينار، ان مين اشتغل واشتغل ايه ومين ما اشتغلش. خلاص؟ لا المشكله ما فيش ارقام، انهم تليفونات، لو نحصل ارقام هم يتواصل معهم. بس ليه عثمان هم مش موجودين على الجروب على الواتس؟ لا دكتوره انا مش موجود، دكتوره انا عثمان مو موجود بالجروب. عثمان هاي عثمان، هاي عثمان. طيب خلاص يا عثمان عشان ما نضيعش وقت، اتواصل مع زمايلك فادي ومحمد وشوف ايه اللي مطلوب منك. حاضر حاضر ان شاء الله. الراجل هيروح عليه علامه السيمينار صراحه ان شاء الله. حاضر. او اللي ما بيسالش، يعني اللي مش عارف حاجه يسال، اللي مش عارف يسال، لكن ما يبقاش يجي على الاخر يقول ما حدش قال. نفس القصه مجدي بيبقى موجود معانا. خلينا نتابع على مدار السيشن يا جماعه، اللي عنده مشكلة في التواصل مع حد لو هو موجود ياخد منه اللينك سريعا. أوكي؟ عندي مجموعة أيمن مصطفى وأحمد الزغول وأحمد صبحي وأمجد، حد فيهم موجود؟ أحمد الزغول وأحمد صبحي وأمجد وأيمن. طيب على كل المجموعة دي هيكون السيمينار بالنسبة لهم يوم 12. آخر مجموعة عندي إسراء، زهراء، رانيا، تيماء، بلال. سامعين يا شباب؟ حد فيهم موجود؟ كانوا دكتورة هدول بياخدوا مكتبي ما بياخدوا معنا. صح مكتبين، برافو. ده هم على استعداد إن هم يقدموا في البداية. خلاص مش مشكلة، ما لكوش علاقة بيها. طيب خلينا نسمي الله ونبدأ المحاضرة. نقول بسم الله. اتكلمنا في البرنسبل عن البرنسبل بداية من الأكسبتنس أو الأكسبتنج، أكسبتنج ذا بيشنس اكزاكتلي أز ذي آر، وقلنا إزاي نطبق أو كيفية تطبيق هذا البرنسبل من خلال عدة سلوكيات، ألا وهي بي نوت جادجمنتال أند نون بونيتيف، شو إنترست إن ذا بيشنت أز أ بيرسون نوت أز أ كيس، ريكوجنايز أند ريفلكت أون فيلينج ويز ذا بيشنت مي إكسبريس، talk with a therapist permit the patient to express strongly held feeling. ده كان كلامنا عن هذا البرنسبل، ثم انتقلنا منه للبرنسبل الثاني maintaining contact with reality، ازاي ان احنا نحافظ على تواصل المريض مع الواقع، وده اكدنا عليه من خلال الانشطه او برنامج الانشطه المختلف اللي بيتم على مدار اليوم، وبنضمن اشمال او احاطه المريض ومشاركته بالشكل النشط والايجابي في الانشطه المختلفه، seeking the validation from the patient، المقصود بها البحث عن المصداقية ومصدرها المريض حينما يصدر عنه سلوك أو تصرف، لا نضع له تخمين أو تبرير بل نرجع للمريض لأنه هو المصدر عشان يديله فرصة إما للتأكيد أو لتصحيح رؤيتنا لهذا السلوك. Self-understanding used as a therapeutic tool، إزاي إن إحنا نفهم نفسينا
المفروض ان احنا نفهم نفسينا عشان نستطيع فهم الاخر، ويتم الاشاره لفهم الذات معني بيه، ادراكنا لمشاعرنا وتصرفاتنا وسلوكياتنا وافكارنا. ده مهم جدا عشان يتم هذا البرنسبل، بيكون من خلال مشاركتنا مع من هم في المجال او في محيط العمل واكتر مننا خبره اكبر مننا سنا، مشاركتنا في حدود التيم، احنا كتيم ورك بنشتغل مع بعض عشان الوصول لبلان بلان اوف كير او اكشن بلان معينه للمريض، ان احنا نشارك مشاعرنا ونشوف ازاي ان احنا نسيطر عليها. دي كلها آلية تطبيق السلف أندرستاندينج. الكونسيستنسي اتكلمنا، قلنا ايه بقى في الكونسيستنسي يا شباب؟ عايز اسمع صوتك دكتور. احنا حكينا عن الثبات بالمعاملة والتماسك، تمام، اهم شيء كان. وكان عندنا كمان دكتورة نتعامل مع المرضى ذا سيم ليفل، مستوى واحد، تمام، طبقا لي. كمان دكتور نعمل تعريف للمريض على الأماكن، تمام، كافية المكان اللي بيدخل فيه. كمان منعرف المريض على الاتيتود اوف ذا ستاف، تمام، هم المسؤولين عنه، بوليسي اوف ذا بليس، تمام، الروتين او الورد، الورد الروتين او بوليسيز، تمام. كمان دكتورة المسموح وغير مسموح تطبيقه والليميتيشن فور البيهيفير، السلوك، تمام، او بالاخص البيهيفير اللي هو ايه بقى الدكتورة؟ انه بعض السلوكيات مقبول غير مش مقبول تكون سلوكياته، تمام، والبرميشن تو بي او البرميسيفنس تو بي ليميتد لبعض المشكلات السلوكيه اللي مناجتها، زي الهوموسايدال، السويسايدال، هايبر اكتيف، الاجيتيتد، الاجريسيف، الفايلنت، كلها سلوكيات هد بين قوسين ديستركتيف، سواء كانت للبيشنت نفسه او للاخرين. فلازم هنا السماحيه ما تبقاش مطلقه للمريض يتصرف زي ما هو عايز. طيب كمان دكتوره ليميت اند رينفورسمنت ريكويرز اند جريت ديل، يعني دكتوره اول شيء لازم نعمل تعزيز للسلوك البوزيتيف عنده، تمام، عشان يشجعه على تكراره، بينما النيجاتيف نعمله limited without judgment، تمام، يكون نقوله انه مقبول او غير مقبول، تمام، او ايجابي او سلبي، تمام. A necessity of motor and sensory stimulation، حد غير سوزان؟ هي شباب ازاي بنطبق هذا البرنسبل او ايه المقصود به necessity of motor and sensory stimulation؟ ما يقصد به انه نحفز الجوانب الحركيه والحسيه من خلال الانشطه، الحركه، المشي، وفكرته هذا البرنسبل فكرته انه انا اعيش يومي روتين عادي، يعني مثل ما يومي العادي اعيش، ويكون روتين يومي له. يعني لان احنا كده لو نلاحظ ان المرضى بتوعنا لو كانت متاحه لنا فرصه ونزلتوا الكلينيكال اريا هتلاقي اغلبهم شباب، شريحة أو العمر، عمر أغلب مرضانا شباب اللي هم hospitalized، تمام؟ نادرا ما نلاقي حد سن ما دون الشباب أو سن حد كبير يعني. فبالتالي الشاب ده عنده طاقة، عنده نشاط، عنده حيوية، يجب إتاحة الفرصة لاستغلال أو التعبير عن هذه الطاقة بشكل البناء، وإلا هيتم التعبير عنها بشكل غير بناء، بشكل destructive يعني. فبالتالي نشوف إحنا عايشين يومنا إزاي، ويبقى في برنامج الأنشطة زي الأنشطة أو شبيه بالأنشطة اللي إحنا بنقوم بها يوميا، بنتحرك، بنتريد، بنتمشى، بنمارس نشاطات بدنية معينة. ده برضو محتاج المريض ليه. المريض ما هوش في سجن، ما هوش مسجون أو سجين، ما ينفعش أبدا يبقى روتين حياته أو روتين يومه أو يومه عبارة عن إن هو بياكل وبياخد العلاج وبينام بس. عشان كده لما بتنزلوا كلينيكال اريا في البدايات بيكون الامر صعب شويه، الى ان تبتدوا تاخدوا على الوضع وتبتدوا تكونوا في علاقات مع المرضى وتبتدوا تقيموا احتياجاتهم، ونبتدي ان احنا ننفذ على ارض الواقع سلسله من النشاطات. المرضى بيحبوا وجودكم او وجود الطلاب داخل الكلينيكال اريا بيبقى نوع من التغيير ليهم عن الروتين الثابت، ان المريض يقوم يفطر يقعد شويه ما بيعملش حاجه، يتغدى برضه يكرر نفس اللي حصل من قبل،
ويدخل ينام من بدري أو يدخل غرفته للنوم من بدري. لكن كسر هذا الروتين من خلال برنامج تأهيلي يومي ده بيخليهم بيبقوا مبسوطين، بيطلعوا الطاقة وبيعبروا عن الطاقة اللي عندهم بالشكل البناء، بينعكس على السيلف استيم بالنسبة لهم، بيلاقوا فيه متعة من خلال إشراكهم في الأنشطة المختلفة. إذن هنا هذا البرنسبل معني بضرورة وحتمية تحفيز الجانب الحسي والحركي، ما ينفعش إن إحنا ما نعيش هذه الأنشطة بشكل يومي وإلا يبقى الوضع مش طبيعي وغير محتمل. فهذه هي أو هذا هو التعبير والتطبيق لهذا البرنسبل. عندي برنسبل آخر بعنوان reassurance to be given in delicate and acceptable manner. يعني إيه reassurance؟ طمأنة المريض دكتورة. طمأنة أو الطمأنينة، تمام. طب أنا لما بطمئن المريض يعني بعمل له إيه؟ تهدئة دكتورة. بقلل أو بقلل من ستريس. بقلل من الإيه؟ من حدة القلق أو مستوى القلق اللي ممكن إيه يمر بيه، صح كده؟ من مقصود بأن أنا بطمنه يعني بسعى أو بستخدم آليات معينة أو سبل معينة سعيا مني لتخفيف من حدة الإيه القلق والمشاعر السلبية لدى المريض، صح كده؟ طيب إذن عندي reassurance هي building the patient's confidence or restoring his confidence، يعني إن أنا عايزة أطمن المريض، عايزة يكون في إيه نوع من الثقة يبقى موجود وتخفيف حدة المشاعر السلبية. طيب أنا بقول عندي العنوان ينص على reassurance given in delicate and acceptable manner، يعني أنا بطمن المريض بشكل سلس بشكل مقبول. فإذا لازم نبقى عارفين التالي، إن أنا عندي في نوع من الطمأنينة اسمه false أو عنوانه false reassurance، الطمأنينة الخاطئة، وفي عندي appropriate reassurance، تمام كده؟ الطمأنينة بالشكل المناسب. طب إيه قصة false reassurance؟ يعني طمأنينة خاطئة أو نطمئن المريض بشكل خاطئ، إيه المقصود بيها؟ يعني ممكن دكتورة نحكي له طمأنينة. حد فيكم يتفضل، يا صفاء قولي. ممكن إحنا نحكي له إنه أنت راح تتحسن أو شيء زي هيك، يعني إنه هو مش مريض أصلاً، إنه نحكي له إشي خاطئ عن حالته. طيب إيه تاني يا رهف؟ أو يعني ما نبالغ بالطمأنينة. نعم ما نبالغ بالطمأنينة. حلو، برافو. فاطمة تفضلي. نفس الشيء دكتورة، يعني إنه ما يكون المريض وضعه سيء وأحكي له إنه أنت وضعك ممتاز، أو إنه ما في تحسن وأحكي له إنه أنت تحسنت. تمام. يبقى المقصود هنا إن أنا بطمئن المريض بشكل خاطئ، إن أنا شايفة وضعية المريض أو الحالة اللي عليها المريض سيئة أو متدهورة، وبقول له إن أنت هتكون كأن بين ليلة وضحاها على ما يرام، والأمور هتبقى تمام التمام. لا، يبقى أنا بعدت عن الواقع اللي فيه المريض. لذا لازم نبقى واخدين بالنا من العبارات التالية اللي تعد في إطار الطمأنينة الخاطئة. لما طمئن المريض هنقول إيه اللي هنعمله وده هيطمنه فعلا، لكن في جمل هلامية مطاطية لما هنقولها إحنا للأسف اتورطنا أو وقعنا في مأزق إن إحنا بدل ما نطمنه إحنا زودنا القلق اللي عنده. تمام؟ يبقى بدل ما أنا أطمنه عشان أطمنه على وضعه وأقلل من عنده حدة القلق، لا ده أنا بالعكس زودته. إيه العبارات أو إيه الجمل اللي المفروض إن إحنا ما نقولهاش؟ avoid saying to the patient you will get well، هتبقى كويس. طب أنا شايفة إن وضعه دلوقتي إيه؟ حرك، حالته من سيء لأسوأ، هل ينفع أقول عبارة زي كده بالشكل المطلق؟ لا. تمام؟ ممكن تتفهم بمغزى آخر على فكرة، يعني كأني بقول له هترتاح، ما هو الموت راحة، صح كده؟ يبقى أنا كأني أنا إيه؟ وصلته لمعنى آخر. أو أقول له your fears have no basis، إن خوفك وقلقك ملوش أساس. ليه ملوش أساس؟ أو إيه ليه أنا مش شايفة إن هو المفروض يبقى خايف على صحته؟ هو الإنسان لو ما خافش على صحته وخاف على عمره هيخاف على إيه تاني؟ في لحظة معينة مش بنقول الروح غالية والعمر غالي؟
مهما كنا بنعدي من صعاب في حياتنا وبنتمنى الموت، ولكن وقت الجد بنقول ان العمر غالي والروح غاليه، صح كده؟ فاذا ما ينفعش ابدا ان انا اقول للمريض انت خايف من ايه، خوفك ملوش اساس، او ما ينفعش انك انت تخاف او ما تخافش، لا. او اقول له you are a nice person، ابتدي اديله لقب او ليبل معين، او اقول له nothing to worry، لا شيء تقل عليه، لا شيء تقل عليه، او لا داعي للقلق. معناها ان انا ايه؟ معناها ان انا مش مستشعره الحاله اللي عليها المريض، ولا مقدره الظرف اللي بيمر بيه. هذه العبارات تحدث للاسف، يمكن البعض منها بعض مننا بيقولها وظنا منه ان هو بيطمئن المريض، بل على العكس، بل على العكس تحدث تاثير ايه؟ غير مرغوب فيه. فاذا انا بقيم الوضع اللي عليه المريض، وبناء على الحالة اللي هو فيها أو الوضع الفعلي اللي هو فيه أبتدي إن أنا إيه أطمئنه بتدرج. طب إزاي إن أنا أطمئنه؟ How to give reassurance؟ إن أنا أطمئن المريض في عدة خطوات عندي. Be truly interested in the patient's problem، ده نوع من الطمأنينة أو وسيلة أنا بطمئنه بيه، إن أنا أبقى فعلا مهتمة بيه، تمام؟ هو إحنا لما نبقى بنتعرض لمأزق أو محنة معينة في حياتنا ونلاقي في حد واقف جنبنا او بجوارنا وبيقدم لنا السبورت، لازم مش بنبتدي نحس ان احنا مش لوحدينا بنطمن، صح؟ وهذا الشيء بيرفع من معنويات المريض وله انعكاس طيب على حاله، تمام. يبقى وجودي جنب، اهتمامي الصادق بيه وباحتياجاته ومشكلاته، pay attention to the matters that are important to the patient no matter however insignificant it may be، انتباهي واهتمامي بكل ما يهم المريض، بكل ما يهم المريض، بغض النظر عن تقييم ده شيء له قيمة ولا لا، تمام؟ allow him to be as sick as he needs to be. يعني ايه الجملة دي يا جماعة؟ الجملة رقم 3 يعني ايه؟ يعني دكتورة هون بنعبر عن مرضه، يعني نسمح له يعبر عن مرضه، تمام؟ يعبر عن المحنة والظرف اللي بيمر بيه، ايش اللي بيحتاجه بالظبط، هياخد وقته يعني يمر بالمرحلة دي أو ياخد جزء من المرحلة دي. في بداية علاقتي بالمريض في البداية هي بداية orientation introduction لكل شيء، بالتالي أديله الفرصة خلال هذه المرحلة تحديدا، لأن الشخص بيبتدي يشعر بارتياح مهما كانت الظروف اللي بيمر بيها والمشكلات اللي بيمر بيها، بيشعر بارتياح إن في حد جنبه وحد مختص أو حد هيلبر هيبتدي يساعده، وطبيعي أن يمر بهذه المرحلة ألا وهي أن يعبر عن مشكلته ويعبر عن مرضه ويحس أن في حد هيبتدي أن هو يعتمد عليه ويثق فيه. دي فترة أدي للمريض فيها أو أدي للمريض فرصة أن يعبر خلال هذه المدة الزمنية أو خلال هذه المرحلة من التعبير عن احتياجاته، تمام. Be aware and accept how the patient really feels، نكون واعيين ومتقبلين لمشاعر المريض الحقيقية حتى لو كانت مشاعر، وده أمر وارد جدا ومتوقع، المشاعر السلبية، يبقى عارفين ومتقبلين لده زي ما اتكلمنا عن الأكسبتنس، إن أنا يبقى عندي من المهارة اللي تمكنني من إدراك والتعرف على مشاعر المريض في الوقت المناسب، ما سيبش المريض بشحن من المشاعر السلبية لغاية ما تزيد ويتم التنفيس عنها بالشكل الهدام، تمام؟ يبقى واعيين، عارفين ايه الحالة اللي بيمر بيها المريض ومتقبلين ده. حالة حزن بيعبر عن الحزن الغير طبيعي اللي بيعاني منه بالبكاء بالصراخ بالعويل بالاخره، متقبلين ده. في حالة قلق بيعبر بطريقة، ما دام التعبير بين قوسين بنأكد عليه، رمزي او لفظي، يا اما بالشكل الفيربال او السيمبوليك، تمام؟ ولكن الليمت توضع لو تم التعبير بالشكل الايه على مستوى البيهيفير بالشكل الدستراكت. أي استفسار؟ يبقى اتفقنا إن الريأشورانس المقصود بيه إن أنا أطمئن المريض، عشان ما أطمئنهوش بالشكل الخاطئ فيحدث تأثير عكسي، قلنا إيه هي العبارات اللي إحنا نبعد عنها. طيب أطمئنه إزاي؟ أهتم بيه، أبقى موجودة بجواره، أظهر له اهتمامي وأنتبه للأمور وأهتم بالأمور اللي تهم المريض، أسمح له أو أديله الفرصة للتعبير عن مرضه ومشكلاته واحتياجاته والآخر، دي فترة لازم يمر بيها، وأبقى واعية ومتقبلة لمشاعره اللي بيمر بيها. Sit beside the patient even when he doesn't want to talk.
Accepting the patient silently and your physical presence can be very reassuring to the patient. يعني إيه؟ دكتورة هون إنه لازم نجلس بجنب المريض حتى لو مش حتى لو ما بده يتكلم على أساس نعطيه reassurance أصلاً. طيب. هيك بحس إنه مرحلة إنه بس بشعر بالاطمئنان وبالاهتمام حتى لو بدون كلام أو بدون verbal response. تمام. يبقى الجملة دي أو العبارة دي تؤكد على إني أنا وارد جدا إن يصادفني المريض اللي عنده major depression يمر عليه فترات من الزمن ميوت، لا يحدث صوت، voicelessness، ما بيطلعش أي صوت، ما بيتكلمش، ولا حتى إن هو يبدأ أو إن هو يرد، مش تلقائي ولا متفاعل في الحديث. طيب أنا جيت رحت لفلان ده ألقيت عليه التحية على أساس إن إحنا يبقى في سيشن بيننا هنناقش أكتر من موضوع أو هنقيم أكتر من جزئية، ولقيته من البداية ما تفاعلش معي، ما ردش علي، أخد بعضي وأمشي على طول؟ لا، كردة فعل لا، دي غير مطلوبة. أعمل إيه؟ أقعد حتى لو إحنا الاتنين قاعدين ساكتين، وجودي جنبه وهو سايلنت أو ميوت، تمام؟ ده بيوصل له رسالة مفادها إن أنا مهتم بيه. لكن قدام أول ردة فعل إن المريض ما تجاوبش معايا وما ردش عليا في الحديث وأخد بعضي وأمشي، معناها إنه هنا إيه؟ أنا اهتمامي بيه قليل جدا. فأنا لما أقعد جنب المريض قضيت وقت أو جزء من الوقت وأنا قاعدة جنبه وهو ميوت أو سايلنت، ده معناه ان انا وجودي جنبه، وجودي الفيزيكال بريزنس بالنسبه له دي رساله الاهتمام فيه، رساله طمانينه. بالوقت هلاقي يبقى في استجابه بالشكل المطلوب. listen to the personal problems without showing surprise or disapproval. انصاتي واصغائي للمريض لمشكلاته لاحتياجاته دون بشرط دون أن أظهر علامة دهشة أو عدم تصديق، أبقى محايدة، أبقى واخدة بالي من ردة فعلي، تمام؟ يعني مش بيكلمني في مشكلة معينة أقول له لا 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 مش قادرة أصدق، لا 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 مش ممكن ده يحصل، لا 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 فاجئتني. ما ينفعش ردة الفعل مننا تبقى بهذا الشكل، ما ينفعش ردة فعلنا أثناء إصغائنا وإنصاتنا للمريض بمشكلاته يكون فيها نوع من الاستغراب أو الدهشة أو عدم التصديق، يبقى محايدين بالشكل نيوترال. Agree that the patient has a problem and think along with him to solve it. يعني ايه الكلام ده بقى؟ حد عنده تفسير؟ هيا يا شباب، انتوا ما فيش حد بيشارك لي غير سوزان وصفاء واحيانا فاطمه، يعني في البعض كده بيشاركوا بعض. لا ليه يا جماعه؟ دكتورة أحكي أفسر؟ تفضلي مين؟ تفضلي حبيبي، تفضلي سوزان. دكتورة لازم أشوف إذا شو عنده مشاكل وأفكر أنا وياه لحل طويل، يعني إنه إذا في عنده مشكلة نحلها يعني مع بعض، إذا في مشكلة طويلة إله يعني نلاقي لها حل يعني مع بعض. هي مش ألونج يعني طويل، يعني لو إحنا الاثنين مقصود بيها ثينك ألونج وزيم، يعني إحنا الاثنين نقعد نفكر في إيجاد حلول للمشكلة. طب إيه الحكمة من كده؟ الهدف جزء عشان نقوي الريليشن شيب يعني وهيك. طيب يبقى خلينا نعلق جزئيه. اجري ذات ذا بيشنت هاز ا بروبلم، يعني خلينا متفقين ده مريض، يبقى حتما ولا بد يبقى عنده ايه بين قوسين مشكلات واحتياجات، صح كده؟ طيب ايه اللي بيحصل مننا لقله المهاره لدى البعض فينا او البعض مننا؟ يجي يقول لي ايه دي برضو ده يعني بالتجربة بلاقي ان في حد يقول لي ده المريض ده مش لاقي عليه مشكلات، مش ظاهر عليه مشكلات. طب ده ازاي ده مريض؟ حتما ولا بد يبقى عنده problems و needs. في فرق بقى بين ان انا دي رؤيتي ان انا مش شايف عليه مشكلات، او ان انا ما عنديش من المهارة اللي تخليني التقط هذه المشكلات. تاني في فرق بين ان انا اقول ان المريض ما عندوش مشكلات وبين ان المشكلة عندي انا ينقصني المهارة لعمل تقييم دقيق عشان اوصل لهذه المشكلات.
ده مريض وهوسبيتالايزد وعنده بين قوسين problems وneeds، فحتما ولا بد يبقى عنده ايه؟ خلينا متفقين، هي دي الجزء اللي بيقول لي اجريزا، خلينا متفقين على ان ايه the patient has a problem، تمام كده ان المريض عنده مشكله. طيب انا عملت assessment للمريض طبقا لخطوات النيرسينج بروسس، assessment للدايمنشن المختلف، يعني انا قيمت الجانب الفيزيكال والايموشنال والسوشيال، تمام، وكل الجوانب والمنتال، عملت assessment بالشكل الهوليستيك او بالشكل الكومبرهنسيف، يعني انا قيمت المريض بالجوانب كلها او بجوانب مختلفه، حتما ولا بد هطلع بما هو بين قوسين البروبلم والنيد. طيب في بروبلمز اشتغل عليها لوحدي؟ لا، انا لو اشتغلت عليها لوحدي انا خليت المريض هنا ديبندنت، انا بالعكس انا عايزه ازيد او احسن من استقلاليه واعتماديه المريض على ذاته، مش كده؟ يبقى عشان كده ده يستوجب ايه؟ بعد ما نحدد المشكلات احنا الاثنين نفكر سوا في ايجاد حلول ليها عشان ازيد من مستوى الاعتماديه على الذات والاستقلاليه لدى المريض. اي استفسار دكتوره؟ بس هذا فعليا مطبق يعني بمراكز التاهيل والاصلاح اللي عندنا مثلا مصحات العنايه النفسيه؟ انت بتشتغلي فين؟ فينك يا سوزان؟ دكتوره انا بشتغل مديرة الصحة عادي بمكان عادي يعني مركز صحي. طيب كل ما هو المفروض ايديال من خلال عملك ومن خلال المكان الشغل فيه بيطبق؟ مش كل الدكتورة، مش دائما. ما هي دي الفكرة، هي دي الفكرة بالظبط، هو ده اللي انا عايزة اوصلك ليه. احنا بنعرف الصح، تمام، يعني مثلا خليني اقول ان احنا المفروض اول سلوك لينا عشان اتقبل المريض ان انا ما احكمش عليه ولا عقب. هل على أرض الواقع ده بيحصل إن أنا سلوكي تجاه المريض لا إصدار أحكام ولا عقاب لي؟ بيصدروا دكتورة. لا بيصدروا. طيب. لا دكتورة. هي دي نفس الفكرة. بيصدر عليه. نعم. بيصدر على المريض أحكام؟ طب هو unconscious يعني مريض سايك، كيف بده يصدر عليه؟ لا في بدليل إن في عقاب. طيب أربط لكم الكلام ده. سمعتوا عن العلاج بالإي سي تي؟ اللي هو علاج بجلسات الكهربائية، تمام؟ نعم. طيب يعرف بالإلكتروكونفالسيف ثيرابي أو إلكتروشوك ثيرابي، علاج بجلسات الكهربائية. طيب لو أنتوا سمعتوا عنه من خلال إيه؟ الأفلام دكتورة. حلو، وصلت لكم المعلومة إزاي؟ من خلال الدراما. إن ده علاج ولا عقاب؟ عقاب. لا عقاب، أو بدهم يجننوا واحد ما تمشي ولا شيء، بجننوا. عايزين أو عايزين يقللوا النشاط اللي عنده، أو إن هم بالتلويح بان الوسيله دي عقاب، والا لو ما بطلش هذا السلوك هياخدها للعقاب. هل هي الوسيله دي تم وجودها اصلا علشان بغرض العقاب ولا العلاج؟ غير العلاج، لكن استخدمت على اساس ان هي نوع من التهديد اللي بتستخدم كعقاب. اوكي، هي دي نفس الفكره. الفكره ان احنا بنعرف ايه الصح. هل الستاف اللي موجود داخل المستشفيات بيطبق كل هذا؟ فيه وفيه، انا ما اقدرش اعمم يا جماعه، يعني احنا شغلنا اكاديمي، يعني حتى في وجودنا في كلينيكال اريا في ظروف معينه التعامل المباشر مع المرضى. بس خلينا نقول على مستوى، يمكن انا استعنت بالكلام من شويه على الروتين المرضى داخل الاقسام شكله ايه؟ هل في الانشطه دي؟ يمكن عشان اكون منصفه، داخل المؤسسات العامة بيختلف الوضع عن المؤسسات الخاصة. يعني اللي هينزل على أرض الواقع مستشفى قطاع عام أو مستشفى حكومي زي الفحيص مثلا، فيها أقسام كتير، فيها مرضى كتير، في شورتش في عدد الستاف، في ظروف معينة، تطبيق البرنامج بالكامل ما يبقاش موجود، أو تطبيق البرنامج إجمالا مش برنامج الأنشطة مش هيبقى موجود زي لو قارنت مع مستشفى الرشيد. ايه اللي بيحصل؟ دي مستشفى قطاع خاص او مستشفى خاصه، صح كده؟ هلاقي البرنامج او هلاقي النظام لا بيتطبق، موجود البرنامج الروتيني والبرنامج التاهيلي بيتطبق على المرضى خلال النشاطات اليوميه. فاذا هي الفكره انه علشان انا اقول هو ده بيتطبق بالكامل ولا لا، ما ننساش ان احنا كبشر، يعني عايزه اقول احنا في مننا ناس
بتراعي الصح وبتنفذه، وفي تفاوت فيما بيننا، وفي ناس لا، مش كل الناس بتعاقب، لو في عقاب مش كل الناس بتعاقب، بس في، بالرغم ان ده ممنوع، must be avoided. تمام؟ اي استفسار او تعليق اخر يا شباب؟ دكتوره كمان تعليق لو سمحتي او استفسار. تفضلي حبيبتي تفضلي. لما يكون عندنا المريض زي ما بنحكي انه هو سايكاتريك، تمام، بس لما يكون دينايل للمشكله تبعه مثلا، ماشي، منكر انه عنده مشكله، او ما بقول لك انا ما في شيء، شو بدك تساعدني، شو بدك تعمل، ما عندوش بصيره، اسمها ما عندوش بصيره. تمام. دكتوره كيف بدي يعني بهاي النقطه كيف بدي اتعامل معه؟ كيف بدك؟ هو اصلا في عنده دينايل للمشكله، كيف حل. بدي اجلس معه واحكي له انه عندي في مشكله معينه بدنا نحلها. حلو. هو المريض اللي عنده دينايل ده هو هيضايقنا شويتين من خلال الاتيتيود بتاعه من اول من اول عمليه الهوسبيتاليزيشن، هيضايقنا شويه، مش هيضايقنا احنا في الاول كمان، ده هيضايق اهله واللي حواليه، لان هو اصلا مستنكر او غير متقبل او غير مدرك، تمام، او غير معترف بان عنده مشكله، هو فاقد البصيره بين قوسين كده، انسايتلس او دينايل، انكار او فقدان البصيره، مش البصر، البصيره، بان هو مريض وعنده مشكله، فهيتعب الناس اللي حواليه، لانه مش هيجي كده بكيفه على المستشفى ويدخل بالشكل الطبيعي الارادي، لا، ده الناس اللي حواليه اللي شايفه عليه كومبلين من نوع معين هتبتدي تتحايل عليه، وهتجيبه بقى مربوط، هتجيبه بقى عاملين عليه سيناريو معين لغايه ما يوصل لعندنا. طيب هو لما في لحظه ما يوصل لعندنا الامور هتتغير تماما؟ لا، هيبقى بعد عمليه او اثناء عمليه الادميشن والهوسبيتاليزيشن، كل المريض ده كل ما هيشوف حد فينا هيقول لك انا عايز الدكتور عشان يكتب لي على خروج. ليه يا فلان؟ علشان انا مش عارف انا موجود في المستشفى دي ليه، انا كان عندي شويه تعب او الم في معدتي ولا في حلقي ولا في اسناني ولقيتهم حجزوني. خلاص كده. طيب ايه اللي هيحصل؟ هنتحمل الاتيتيود ده بتاعه شويه لغايه ما انا عندي فيه دراجز، انا عندي فيه اكتر من لاين تريتمنت، عندي فيه ميديكيشن بياخدها المريض بتشتغل لي على تارجت سيبتومز معينه، عنده هالوسينيشن، عنده ديليوجن، عنده سايكاتريك بروبلم معينه، هتبتدي بالوقت تحسنني من ده. عندي لاين تاني من التريتمنت ان انا علاقتي بالمريض حاجه اسمها ايه اللي هي النيرس كلاينت ريليشن شيب، انا في هذه الحاله بكون ثيرابيست، انا نفسي بكون معالج بعلاقتي بالعلاقه العلاجيه اللي مبنيه على الثقه ومرور مراحل مختلفه، بتبتدي تحدث تغير ايجابي في سلوك المريض وفكره تقبله للهوسبيتاليزيشن وتحسين من وضعه بالوقت. تمام. اي استفسار اخر دكتوره؟ طيب هسه في هلا احنا كنا بعيادات بس ما كان المريض نقعد معه يحكي لنا إشي ثاني، يعني بس ندخل على الملف يعني في صاير معه باقي يضرب إخوانه وزي هيك، بس تيجي تحكي معه هو بنكر يعني بتتوقع إنه بتاخذ ساينوسيبتوم منه يعني بطريقة إنه بنكتب شغلة إحنا كنا نكتب يعني على النيرس والديجنوسيس، بس نفوت على الملف تبعه وهو تشخيصه إشي ثاني، فيعني كنا نلاقي مش التشخيص إنه... مش التشخيص، هو تشخيص واحد، الميديكال ديجنوسيس واحد مش التشخيص، ولكن المريض بيقوله حاجة والمعلومة اللي عندك في الفايل اللي ممكن يبقى مصدرها المريض أو مصدرها الريلاتيفز، خدي بالك المعلومة اللي عندك في الفايل، تمام، دي معلومة من وقت قبل من خلال الانترفيو، يا إما انترفيو مع المريض يا إما مع زويه. خلاص. طيب أنت لما قعدتي مع المريض، على فكرة قبل ما أكمل كلامي السيشن قربت تخلص، بس تخلص باقي فيها اقل من دقيقه، تخلص يا شباب ادخلوا على سيشن من اللينك التاني. تمام دكتوره. طيب عشان اكمل، انا بتكلم مع المريض في بدايه علاقتي بيه، هل من المفترض ان المريض عنده من الثقه او في من الثقه فيما بيننا اللي يخليه يحكي لي كل حاجه؟ كونك جديده معاه دكتوره؟ لا ما بنش. لا ما راح يكون في ثقه. فوارد جدا، تمام، خلينا بقى نتفق ان وارد جدا ان يكون في تضارب في كلام المريض، بيقول لي شيء بينما من مصدر آخر في معلومة تجاه هذا الشيء معلومة مختلفة. ليه؟ هو قاصد كده على فكرة، هو قاصد خاصة السكيزوفرينيا دكتورة كمان حالات. لا سيبك من فكرة الدياجنوزيس، هو قاصد لأن لسه ما تحققتش التراست فيما بينك،
يعني يا دكتورة هو بعرف إنه بيكذب وهيك يعني مش إنه مراوغ. خديها بين قوسين بلاش أقول بيكذب عشان ما